أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي تقرر عقده في الفترة من 23 إلى 25 من أكتوبر المقبل، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث عرض رئيس الوزراء الأجندة المقترحة للمؤتمر الاقتصادي والمحاور التي تم التوافق عليها خلال أيام المؤتمر الثلاثة، مؤكدا أنه سيتم اعتبارا من الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن الأجندة التفصيلية للمؤتمر مع إطلاق موقع إلكتروني خاص به لتلقي المقترحات والآراء. من ناحية أخرى، أكد مدبولي الاهتمام الواسع بمختلف الجوانب المتعلقة بترتيبات الإعداد لانعقاد مؤتمر قمة المناخ COP27، مشيرا إلى أن التنسيق يتم على قدم وساق بين مختلف الجهات المعنية بتنظيم المؤتمر من أجل الخروج بهذا الحدث الدولي المهم بصورة تعكس قدرة مصر على تنظيم تلك الفعاليات الدولية بمستوى عال ومبهر.